عسلامة مدام نباس. سلامة. عايش، مرحبا بيك. بيك يا عايش. حابين نحكي شوية على مشاكل الكري في تونس. ناخذوك انت كمثال، تعرضت المشكل كري دار كارية تحت كارية. أنا في قبل رمضان جاوا عملوا معايا زملاء الانترفيو وفي الحلفوي كنت نسكن شبه كالة، هي دار عربي وكل كنت كارية بيت واحدة ويعني كل شيء مع بعضنا، وكل تقلق راجي بحكم المرض متاعه. نقلت، عاونوني الأخوان شوية شوية ونقلت وكل، لكن كي نقلت في بليش أنا ديكا كارية من تحت كارية لقيتها يعني هنا أنونس وكل في عند سمسار، ودفعت حق سمسيرة لذا بها، قالت لي راني أختي تو باش ننقل باش نحطك مع الملاك. تفاجأت أنا إلا نهار الوقفة تاع العيد هذا مديت لها 300 ألف يعني كملت الكري. أنت ماشي في بالك لي هي الملاكة؟ في بالي والله هي الملاكة، ومن بعد دفعت حق الماء. مش كونترا؟ مش كونترا، ما فماش توصيل، تحيلت عليا. أنا مشيت للملاك نعتوني وكل على وين خدمته، مشيت له حكيت معاه قلت له يا بابا راهو هكا وهكا. أنا جيت حق على استديو لوطا قالوا لي برا يمشي راهو تو يخليك حتى 270 ما يسالش. مشيت له قال لي أنا ما نعرفكش بنتي. مولا الدار. أي مولا الدار. قلت له ليك الحقيقي معناها. الحقيقي قلت له أنا راني سكنت الفوق وجيتنا مرة في رمضان سألتني على الكري قلت لك 250 قلت لي ماهوش 250 لا يزي في الرابع طاق لا يزي بيت السطح. تخلطت علي الظروف. حالتي ولات بالحق مستعصية، سلم في مرض راجي في السبيطار، شديت تو في مشكلة الكري. مش قال لك اخرج الملاك؟ سلم لهم المفاتح اللي كريتي من عندهم وخليني الدار. يجا وشوف كيما تو سخالة ياسر تضرب تويك سخولة على الاخر الدار. انا شني باش نعمل لهنا وين باش نشب؟ وين ولادي عطيتهم يعني بحض اختي قاعدين مسخاله مسيك الغربي شويه كتر في النسمه في السطحه باش تتحرك. اقسم بالله طويك تحط سيقك على القاعه تتحرق. شلي باش نعمل ما عنديش. وصلت هكايا تقارت المراه اللي ما عادش نجم وجيت ديجا هما قالوا ليش راني هكايا خليتني واحلة وحدي. وزيد انت تعديت معانا برشا مرات على زوجك اللي مريض معناها. اي البارح كي تعديت من هنا وكل وقت هو كان في السبيطار في صالح عزايز جاب شي يعدي وكل على لسانه زاد طويقه خليته اقسم بالله خليته يرد مريض بالعصب بالغزازه خايف عليه تجي جلطه اخرى بالحق يعني بالعراض للاعراض احنا. ان شاء الله ربي يحلها في وجوهكم. ان شاء الله يا ربي. يلجموا حتى يجي ويشوفوا يطلعوا بركة في السخالة يقعدوا دقيق وليت تحط فونتيلاتير في وسط قدام الدبوسة باب ثلج. إلا لا ليش لي باش نعمل يطلع على العرق ولا يا ربي خلي بالك شتو ربي سبحانه يجي لي يعني خبر زين. المهم الملاك قال لك خلي لي داري في اقرب وقت. قلت له خلي لي لهبط لوطا نسكن في السجو في زوز بيوت وكل شيء. قال لي راني صلح بيه وراي طول المده. بلتي قال لي وصل المفاتح للراجل وايجا والدار. ما عطاكش فتره هكا تفركس فيها دار اخرى؟ قلت له خلي لي قاعده تويكه وقتيا حتى نشوف لك كي باش نشوف على يدي فارغه. باش نكري زيد هاك تشوف الكري غالي ومشاركه في المساكن الاجتماعيه من 2012 وطلع اسمي في الولايه في المعتمديه وتكلم عليهم سي قيس سعيد الرئيس قال لهم تسليم مفاتح يعني وفورا يعني فما شيء فما شيء نمشيو اي هاو المعتمديه باب السويق اي توا ان شاء الله اي هاو مازال شوي اي هاو شهر الجاي. عرفتك اللي عبد قاعد يمني وكل فك الولايه وكل المعتمديه. إلا لهلاش ني باش نعمل وين باش نمشي نعيش في دار يعني الأقارب ما يقبلك حد ويقول لك تضيف ثلاثة أيام وين باش نمشي الراجل مريض على ضحكة جيت أنا نخدم ولا هو يخدم ما يسالش هو بيدو تهز مورالو بالخدمة. عندكم صغار؟ زوز بلاد.
وديما عليا قرايه. حرت والله حرت، حرت يا اختي حرت. ليش كنت تحب توصل صوتك اليوم؟ والله نوصل صوتي لاخوال الكل الاسنية لأمة محمد يسمعوا فيا يا وخيالي فرحكم. هاكم تشوفوا فيا راني هذي قداش المرة نتعدى، راني مظامة، راني تاعبة بالله والله تاعبة تاعبة في كل شيء. شوفوا لي حل، عاونولي شوفوا لي حل، ونقذوا لي لما اللي طالبة حتى شيء. هاو لازم يجيو يشوفوا كان يطلعوا يا الرابع طاق بركه ثلاث بالعمش ولي دقه زيد كل ما لابت القمه كيفاش والله ولي مش نطلع وزيد تحايلوا عليا. وحكيت مع المراه اللي كريت لك ولا لا؟ ما عادش تحب تهز عليا التليفون، ما عادش تحب تهز ديجا هي يعني عطاتني يعني كلمه قالت لي نحط كونتاكت مع الملاك مع توفيق مهمته حتى الكريم ما عادش ياخذوا فيه. مادام خرجوا يعني الملك حاجته بداره. وإذا تويكا يعني تويها ولا هو في الترابوع ما تويكا باش يرجع باش يقول لي خلي لي محلي وين باش نمشي؟ المشكلة فاش وين باش نمشي؟ وين باش نمشي؟ ما تخافش مدام ربي ما يخليكمش. إن شاء الله إن شاء الله. مش نمشي. زيد على راجي مرض أخرى شلط أخرى. في لطف. والله. بلا كيفاش اذا كان هو مسكين يرقد ويقوم يخاف يقول يلا التلقين لجني كل شيء مع بعض ودروس صعيبه عليه صعبت عليه. يعني ما كانش هكا الوضع والله لا كان هكا الوضع ما كانش بالكل. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. كاين فما شكون ينجم يعاونك ويقف معاك تنجم تخلي رقم الهاتف. رقم الهاتف تاع راجلي 90 742 550 والليلة 26 346 926. نخلي لك الكلمة الأخرى، شنو تحب تقول للسادة المشاهدين اللي شاهدوا فيك وينجموا يتفاعلوا معاك؟ يتفاعلوا معايا على ظروفي هذه الصعيبة. ينجم أي إنسان يجيني في أي لحظة يجي يشوف. يشوف وضعي راني هذيك حقيقتي راني وخيالي راني تعبت 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 تعبت. عفا عليك. عايشك. راضية باللي عطاهولي ربي لكن الله غالب. عايشك.